لا احنا يعني انا عايزك تقول لي ايه، تقول لي ان شاء الله ان شاء الله. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ما تقوليش كمل، قول لي هنكمل هنكمل. قول لي هنكمل بيكوا كلكم بوجودكم ان شاء الله، ربنا يكرمك. ارجع تاني لموضوع الازمه الاقتصاديه، لان هو ده موضوع الناس متاثره بيه كتير، وانا عارف والاسعار مرتفعه وانا عارف. طب احنا ساكتين على كده؟ احنا بنحاول بكل ما اوتينا من قدره ان احنا نقلل من تاثير الازمه دي ببرامج بنعملها على مستوى الدوله، خاصه المواطنين اللي هم يعني اللي هي ظروفهم صعبه. يعني ارجع تاني واقول ما فيش ازمه بتمر على مصر الا ان احنا بنبقى متاكدين بالاراده والعمل والتخطيط، وقبل ده كله بالله سبحانه وتعالى، لان احنا بنعمل خير. احنا كمسؤولين لا نبغي والله الا الخير لكل الناس ولبلدنا، وبالتالي ما فيش عندنا هدف تاني غير كده. فاطمنوا بفضل الله سبحانه وتعالى على ان رغم الظروف الصعبه ديت، لكن زي ما مرت على مصر ظروف صعبه خلال العشر سنين اللي فاتت، لا مش العشر سنين اللي فاتت، السنين اللي فاتت كلها. يمكن الاجيال الشابه ما تشوفش ده، لكن الناس الكبار شافت ان مصر قابلتها تحديات كتير، وبالله سبحانه وتعالى وبالجهد وبالاراده كنا بنعبر التحدي ده. في 67 كان في تحدي كبير قوي، وربنا سبحانه وتعالى في 73 عبرناه، وحاجات اخرى على يعني بالمستوى اللي هو اللي يخلي الناس تقول يا ترى احنا هنقدر نتغلب على الازمه دي ولا لا. لازم تكونوا متاكدين، مش عشان تاني بقول احنا كمسؤولين، لا لا، احنا كمصريين. اوعى تفتكروا اي تحدي ممكن نتغلب عليه الدوله لوحدها، المسؤولين يقدروا عليه لوحدهم، لا، بيكم انتم، بفهم الناس، بتحمل الناس نقدر نعدي. هو ما كان في ازمه كهرباء، مش القطاع اللي كان اللي فات الفتره اللي فاتت ديت، لا، كان في ازمه كهرباء حقيقيه وعديناها بفضل الله سبحانه وتعالى. وجات الفتره اللي فاتت دي في فتره ذروه الحراره في الشهرين اللي فاتوا دول، اضطرينا ان احنا نخفف. ليه؟ وانا يمكن بقولها دلوقتي عشان بس تبقى واصله للناس، لان حجم الوقود المطلوب عشان نشغل المحطات بعد التكلفه الزياده في اسعار الوقود بقت عبء علينا، بقت عبء علينا.